شهادات واعترافات. هو اليوم الذي تكسرت فيه الأساطير وتراجعت فيه قيم العدوان. هو اليوم الذي ضاق فيه العدو طعم الهزيمة وتقطعت به السبل تائها في أرض الكرامة والعزيمة. هو يوم القهر، هو يوم على المعتدين بدهر، هو يوم لقن فيه المحتل الدروس وتعلم فيه العبر وأدرك حجمه ومكانته. تجرع العدو آلاف القتلى ونزف عشرات الآلاف من الجرحى، وسقط في قبضة الجيش المصري مئات الأسرى، وخرت 327 طائرة ومروحية على أرض الفيروز، وسكنت 23 قطعة بحرية قاع البحر، وذابت جدران 1000 دبابة ومدرعة تحت وطأة جحيم الغضب المصري، ليحصد أهل العدوان خسائر قدرت ب 300 مليار دولار ذهبت في مهب الريح، مثلما ذهبت الغطرسة والغرور عندما تؤطئت الرؤوس. تخيم صور حرب السادس من أكتوبر على ذاكرة من عاصروها، وتنغرس تفاصيلها في عقول من سمعوها، وتتجلى مشاهدها لمن عمق البحث والقراءة عنها. هي ليست للعالم حرباً عادية، هي ليست لنا نصراً لحظياً، هي ليست لأعدائنا هزيمة منسية. ما قبل حرب السادس من أكتوبر ليس كما بعدها.